في المحاضرة دي بقى نتكلم على اللايتنج. قبل ما نتكلم على اللايتنج عايزين نعرف ان اللايتنج انواعه كتير قوي، واكبر من ان احنا نتكلم فيه ككل او نناقش يعني تكنيكاته كلها او تقنياته كلها جوه محاضرة جوه كورس. هتكلم على ازاي نقدر نعمل لايتنج بشكل كويس ونطلع الشغل بتاعنا بشكل كويس بشكل سريع، لكن اللي عايز يتعمق في الموضوع ده هيلاقي حاجات كتير جدا اللي هتطبق على حاجة تطبق على التانية. يعني مثلا لقيت حاجة للفي راي نفس الكونسبت، هيبقى الارنولد نفس الكونسبت، هيبقى الديفولت لايت لأي سيستم ولأي برنامج 3D. ده لو انت حابب انك انت تتعمق في موضوع اللايتنج و الريندرينج. اللي عايز كورسز بالعربي، في كورس افتكر وكان لسه طالع قريب للفنان كريم ابو شوشه، هو يكفي الاسم لو انت كتبت على الفيس كريم ابو شوشه هيجي لك البروفايل بتاعه وهتلاقي الاعلان على الكورس. هو من الانفايرمنت ارتس كويسين جدا جدا واللايترز البروفيشنال جدا بصراحه. لو حابب حاجة انجليش، في كورس الماسترينج لايتنج لجرانت وارويك، من الناس اللي انا بسميهم الجاد فاذرز للرياليزم سواء تكتشرينج او لايتنج، وبرضو في الهارد سيرفس موديلنج، يعني في التلاتة ما شاء الله عليه، اسمه جرانت وارويك. تعال الاول نشوف هنعمل لايتنج ازاي. انا هتكلم على ال 3 بوينت لايت سيت اب، وهتكلم على الاستوديو سيت اب، وهتكلم على الجي اي. افتكر كده نبقى غطينا اللي يلزمنا احنا في الموشن، وهستنى في الكلام على الانفايرومنتال لايتنج اللي هو لو بعمل لايت بقى ليه انفايرومنت كبيره لما نخلص السين دي. مبدئيا ما ينفعش تعمل لايت من غير حاجتين. اولا ما يبقاش فيه فلور، لازم يبقى انت عندك فيه فلور عشان يحصل باونسنج لللايت، فالحته دي تنور والا مش هتنور، الا لو انت حطيت ضوء مباشر تحتها، تمام. وان انت تحط تيست ماتيريال. ليه نحط تيست ماتيريال؟ باي ديفولت هو سينما بيحط الشيدر اللي انت شايفه ده، الشيدر ده مش هيترجم اللايت في الريندر، يعني ما تقدرش تحكم على الموديل بتاعك هل انت عامل لايت صح ولا انت عامل لايت غلط. عشان كده لازم نحط ماتيريال. ليه برضو؟ ليه اللايت؟ في حاجة خلوني عشان اوريها لكم احسن. اللايت لو احنا فرضنا مثلا ان انا عندي هنا لايت سورس، المفروض ان اللايت سورس ده هيطلع البينز اللي احنا شايفينها دي. الاوبجكت ده عشان ينور لازم البينز دي ترتد منه عشان تشوفه. اللي بيحصل ان لو مفيش ماتيريال على الاوبجكت، تمام، هيحصل ابزوربشن لللايت، مش هيرتد لايت وهيفضل الشدر زي ما هو يا دوبك، تمام، هينور بالشكل المباشر. يعني ايه الشكل المباشر؟ يعني لو احنا جينا مسحنا كل القصه دي وقمنا جايين راسمين ده كده تاني، تمام، اللي هيحصل ان اللايت راح ضرب في الحته دي مثلا. خلاص، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل المفروض اللايت بيحصل له حاجتين، اول حاجه بيرتد كده تاني، تاني حاجه بيحصل له عمليه سكاترنج، يعني بيتوزع على السيرفس. لو انت ما حطيتش ماتيريال اللي هيحصل كالاتي، ان اللايت ده من نفس اللايت بالب، اللايت ده هيروح كده وهوب هيقوم راجع كده،
في سكاتر؟ مفيش سكاتر. اذا اللي انت هتشوفه مجرد جسم منور من غير لايت سيرفس سكاترينج، يبقى بالمنظر ده عمرك ما تقدر تحكم على الاوبجكت بتاعك. اللي بيعمل الموضوع ده تمام هو الماتيريال او الكالر بتاع الماتيريال. لو جينا عملنا هنا في الماتيريال مانجر دبل كليك، هنضيف وليكن ماتيريال مبدئيه. طبعا الماتيريال بتسحب وترمي كده، لما بتحطها بتطبع على الكل كده اقدر ان انا اعمل لايتنج وانا مطمن. ليه؟ لان من ضمن الجوبس بتاعه الماتيريال انها لما بتنزل بتعمل اللايت سكاترنج. اذا الف ب اضاءه ان الاول احط ماتيريال. طبعا انا بشوف ارتست كتير جدا سواء اجانب او عرب بيقوم جاي حاطط الموديل يفضل ينور فيه من غير ما يحط ماتيريال. قد يكون هو في نظره ده صح، قد يكون ده صح فعلا، لكن كونك انك تحط تيكتشر على الاوبجكت ولو تيست تيكتشر وتبدا تجرب ده الاصح. ما بقولش حد صح وحد غلط، بقول الصح والاصح. طب مبدئيا هفتح التيكتشر دي، في عندي كلر ريفلكتنت. كل الكلام ده هيجيله لما نتكلم على التيكتشرنج، يكفي بس انك تعرف ان دي هي الكلر اللي باخد منها الكلر، وفي فرق بين الكلر والديفيوجن هتكلم عليه بعدين. هقلل بس الابيض ده عشان انا مش عايزه ابيض قوي. في الريفلكتنس ودي اللي تشانل المسؤوله عن السبيكولرز ومسؤوله عن الانعكاس او الريفلكشن. تعال نتكلم بالمصطلحات علشان صعب نتكلم بالعربي. طب انا في الريفلكشن باي ديفولت، الريفلكشن دي اللي تشانل دي عباره عن لايرز. اللير الاولانيه ديفولت سبيكولر اللي هو السبيكولر ده انا مش عايزه، هقول له ريموف وهقول له اد. عندي انواع كتير هنتكلم عليها في حينها، بس هقول له جي جي اكس. طبعا اعمله لي زي ما احنا شايفين. انا مش هشرح كل ده، لكن هروح للير فرنيل واقول له فرنيل دايلكتريك تمام، وهسيبها زي ما هي، وبس هحط سنه روفنس. الكلام ده انا هشرحه بعدين، بس اهم حاجه نعمل اعدادات دي عشان نشتغل على اللايت. خليني بس اقلل شويه بس. هو ده اللي انا عايزه مبدئيا علشان اشتغل على اللايت. طبعا هنعمل تيكتشرنج للبتاعه دي بشكل بروفيشنال قوي ان شاء الله. الاول عايز احط الفلور، هروح هنا واخد بلان و هفتح البلان ده تمام بالشكل كده. انا دايما بحب ان الحاجة تكون فوق الجريد مش تحته. مش حاجة يعني مش حاجة ارجنت او، بس هو مسألة راحة برتاح كده يعني. بعد كده الماتريال دي دبل كليك هنا وهسمي دي كار. كار دبل كليك تاني وبرضو نفس الحكاية، بس هخلي دي لونها ده انا مش عايزه، بس هخلي دي لونها ابيض شوية. ريفلكتنس هشيل دي، اد بيك من المرة دي ما علينا، انا زي ما قلت مش هتكلم في دي كتير تمام، واحط دي على البلان. اصبح عندي ماتيريال على الكار وماتيريال تانية على البلان. هننور دي ازاي؟ اول حاجة بحتاجها بحتاج الكي لايت. الكي لايت هو اللايت اللي يدوب بيديني الضوء الاولاني. هروح للايتس، عندي لايتس انواع كتير جدا. قبل ما نتكلم على الاضاءة تعالوا نخفي بس العربية دي تمام، ودول اوبس بولت. طيب انا عايز اجيب بولت مرة واحدة واشيلهم. تعالى للسيرش وهنكتب بولت. طبعا هكي ده وده 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 بس خلاص.
لو احنا خدنا اول حاجه اللايت، اللايت الاولاني ده طبعا اللي باين في الفيو بورت ده على فكره ده الريفليكشن، وده من الجديد في 18. لو عايز تلغيه وانا بحب الغيه بصراحه، هروح لريفليكشنز و هشيله تاني كده ديسيليشن نويزز. هي نويزز، هروح لريفليكشن تاني. نويزز بس اللي كانت عامله القصه دي. هروح للايت، ده اللايت الاولاني ده بنسميه البوينت لايت او الاومني لايت على حسب التايب بتاعه. اومني لايت لو انا رفعت الاومني لايت هلاقيه تمام بالشكل ده كده. طبعا هنا الانتنسيتي اللي هي الشده بتاعه، وعندي هنا طبعا الفاليو اللي هي الكالر. لو انا عايز اعمل كالر كالر ما او كالر معين، الشادوز لو انا عايز يرمي شادو، لو احنا خدنا حته كبسول، خلينا الكبسول بتشاور على اكس مثلا ورفعنا دي كده وخدنا اللايت ده ورفعناه فوق الكبسول وقلت له انا عايز ارمي شادوز. طبعا الشادوز باي ديفولت مقفوله جوه الفيو بورد، فانا اروح لاوبشنز وهقول له شادوز. ما انصحكش تفضل عامل شادوز ده للديمونستريشن بس، لكن في الطبيعي يشيلها والا الفيو بورد فعلا بالنسبه لك هيبقى كابوس. هقول له شادوز ده كده السوفت شادو ماب. لو انا قلت له ري تريسد شادو ما تتوقعش ان هو هيعرضه، لازم هترندر ريندر. اوبس انا حاطط جي اي، معلش اشيل الجي اي وارجع الستاندرد عشان نبقى شغالين الاول. ادي الري تريسد شادو. الري تريسد شادو على فكره شبه ضوء الشمس، بيبقى هارد ايدج قوي. اما لو قلت له سوفت شادو زي ما احنا شايفين، اما لو قلت له اريا شادو وده اكترهم رياليزم، بيبقى قوي قوي قرب الاوبجكت ويبدا بعد كده ان هو يتلاشى. طبعا احنا شايفين ان هو وقت رندر ذات شويه هو بيزيد، لان فعلا الاريا شادو من الشادوز اللي محتاجه وقت رندر زياده، واصلا في كمان اختيارات في الشادوز بتاعتها بتخلي النويز دي كلين قوي. على كل ده بالنسبه لللايت الاولاني، هشيل الكبسول. بعد كده هقول مش عايز حاجه وهروح لاوبشنز شادوز، مش عايز شادوز ريفليكشن، مش عايز ريفليكشن تمام. في عندي بعد كده السبوت لايت، هلغي الاولاني وهاخد السبوت لايت. السبوت لايت زي ما احنا شايفين نور عامل شبه نور العمود، خلاص بيبقى بالشكل ده كده. لو احنا خدنا ده لورا كده وده الكون انجل بتاع ده الانجل او ده المدى، طبعا ده المدى اللي هو بيأثر فيه وده مش هنحتاجه الا في الفيزيبيليتي، وده مدى الاتساع بتاع المساحه اللي طالع منها الضوء. طبعا ضوء زي ده بصراحه استخداماته جميله والله. يعني لو رحنا مثلا حطينا حته فيجر زي ده كده، كبرنا بس السكيل بتاعه حبه، ممكن ضوء زي ده اروح لللايت. طبعا هنا الانتنسيتي، هنا الكالرنج، الكالرنج بتاعه تمام. ممكن اروح في حاجه اسمها، مش حاجه اسمها، في جنرال عندي حاجه اسمها فيزيبل لايت، ممكن اقول له حاجه اسمها فيزيبل وفوليومتريك. الفرق بين الاثنين، لو قلت له فيزيبل لايت بص كده عملت رندر تمام. طبعا الفيزيبيليتي، طب هي عامله هنا ليه؟ لان المدى ده بتاع الفيزيبيليتي، فمنطقي انا لازم اطلع دي لقدام عشان يبقى كده المدى بتاع اللايت، وبعد كده اطلع الفيزيبيليتي دي لقدام. طبعا دي الرقم اللي بيتغير فيها فين، احنا خلي بالك احنا على فيزيبل. في ديتيلز انت عندك هنا حاجه اسمها الاوتر، الاوتر اسف في الفيزيبيليتي انا عندي هنا حاجه اسمها الاوتر ديستانس تمام. الاوتر ديستانس دي اللي هي المساحه الكليه اللي الضوء فيزيبل فيها. انا عملت كده تمام وجيت عملت كده هلاقيه بالشكل ده، وهلاقي ان الضوء
في حته قوي 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 هو فيها والباقي ولغايه هنا بدا يضعف. اذا عندي اوتر وانر، اوتر وفي انر كمان، لو انا عملت انر كده يبقى لغايه هنا الضوء قوي جدا، ومن هنا لهنا هيبدا الضوء يضعف شويه، وبعد دي يبدا الضوء يتلاشى تماما. اذا ده كده في بؤرة الضوء هنلاقيه بالمنظر ده. ده في حالة ان الضوء فيزيبل. خلي بالك فيزيبل هو ما شافش المجسم ده، ما شافش الاوبجكت، هو عدى كده وخلاص. لكن انا عايز بقى اخد الارتستيك لايت اللي هو احس ان اللايت جاي من عند الحواف كده. خلاص طب هنعمل ايه؟ تعالى بس نزود دي واطلع دي قدام واخلي دي معدية ده كده. وبدل فيزيبل هقول له فوليومتريك. انت هيبان لك ان مفيش حاجه، لكن في، لو احنا جينا عملنا كده تمام، بص ده الفرق. ولو رحنا في الفيزيبيليتي وقللنا السامبل ديستانس دي، جينا عملنا ريندر تاني، انت خدت بالك الوقت زاد بس اللايت بقى يعني ديفينيتيف قوي، يعني بقى في ديفينيشن جامد قوي، يعني بدا ياخد كمان من الكلر بتاع الشيب. اذا السامبل ديستانس كل ما تزيد، بص لو احنا زودنا السامبل ديستانس، انا رفعتها خالص على فكره وقت الرندر زي الصاروخ تمام. ومتهيألك ان الشكل حلو، الشكل مش حلو خالص على فكره، ده مجرد اوبجكت. لو عندك اوبجكت فيه تفاصيل كتير هتلاقي اللايت مش شايف التفاصيل دي تمام. فالسامبل ديستانس يبقى خليها في قيمه معقوله. دايفرنج بيعمل شويه نويز في اللايت تمام. وفينا حاجه اسمها الايدج فولوف، لو انا قللتها خالص تمام ما افتكرش انها هتاثر بحاجه، حتى لو رفعتها 100%. ده بالنسبه لحاجه زي السبوت لايت ومثال على الفوليومتريك لايت. فيزيبل فوليومتريك انفرس فوليومتريك فوليومتريك. بصوا بقى ده كده يعمل ايه؟ ده كده هينور الحته بس اللي فيها الاوبجكت. خلاص مش عارف هنستخدمه في ايه، او بس انا ما استخدمتوش قبل كده. عموما اهو اوبشن عشان نعرفه كده. مبدئيا احنا عرفنا انواع اللايت. ارجع الكار بتاعتي تمام وابدا اشتغل لايتنج. هنعمل تركيه حلوه قوي عشان واحنا شغالين، يعني نشوف النتائج اول باول. وهي حاجه فيك شويه بس هتنجزنا حبه. هروح لويندو، ومن ويندو هقول له حاجه اسمها نيو فيو بانل. هي نيو فيو بانل هتطلع الـ 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 زي فيو بورت تاني تمام بالمنظر ده كده. الفيو بورت ده انا هقلبه ريل تايم ريندر. ازاي؟ هقوم رايح هنا وجايب حاجه اسمها انتر اكتف ريندر ريجون. الانتر اكتف ريندر ريجون يا دوبك بيخليني اعمل ريندر بس على المساحه اللي فيها المربع ده، بيرندر اوتوماتيك. لو عملت اي حاجه بتلاقيه بدا يرندر اوتوماتيك، بس انا عايزه هنا، يعني انا عايزه يرندر هنا، عايزه يشتغل هنا بس ما يشتغلش هنا. هنعمل رايت كليك عليه واشيل لوك تو فيو وكليك بس هنا، هو هيروح للفيو للفيو الناشط. فانا هكبر المساحه دي عشان تاخد الفيو كله. وفي هنا مؤشر، شايفين السهم ده سهم الكواليتي. ما ترفعش الكواليتي قوي لان احنا عايزين الريندر سريع شويه. دي حاجه، بصوا كده كليك عمال بيعمل جامبنج من هنا لهنا، بس انا نقلته هنا صح. بعد ما تنقله هنا رايت كليك قول له بقى لوك، خلاص انت هتشتغل هنا وهو هيرندر هناك. وهنروح من الريندر سيتنج، من الريندرر هنقلب من ستاندرد لريندر اقوى منه اسمه فيزيكال. بس نستنى بقى شويه لان هو فيزيكال. هشرح كل الكلام ده
في الفيزيكال بدل السامبلر ما هو فيكسد قول له بروجريسيف بس. بروجريسيف هيفضل يعمل ريندر ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. تمام، بس نستنى شويه على ما يسامبل وبعد كده يبدا يعمل عمليه الريندرنج. طبعا هو البطء ده لان احنا عملنا كذا تغيير ورا بعض وهو ملحقش انه يرندر كل الكلام. شغال، هاخد الكواليتي على الهاف بحيث يبقى رندر اسرع من كده. نيجي نضيف اللايت الاولاني. في طبعا عندنا كذا نوع من اللايت. انا في 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 البوينت لايت سيت اب او في 3 بوينت لايت سيت اب هشتغل على الاريا لايت. الاريا لايت من اللايتس اللي بتدي رياليزم عالي قوي، يعني ده اولا. ثانيا اكيوريت قوي عن الاومني لايت. طبعا مبدئيا انا هاخده كده، بس انا عايز كل ما احرك اللايت يبص اوتوماتيك على العربيه بتاعي. معنى كده ان انا عايز اعمل العربيه دي زي ما تكون تارجت لللايت. هروح للعربيه بتاعي للكار، رايت كليك، سينما فور دي تاجز، وهنزل منها حاجه اسمها تارجت تاج. تارجت تاج لما بينزل تمام بيقول للاوبجكت ده انت تارجت لحاجه. تمام ماشي، انا هقول له اسف يا رب هننزلها على اللايت، معلش على اللايت. واللايت هيقول لي طب انا هتارجت مين؟ هقول له انت هتارجت العربيه. معنى كده ان لو مسكت اللايت ورفعته كده اهو زي ما احنا شايفين هو بيبص للعربيه. طيب مبدئيا انا عايز اخد اللايت ده واخده بعيد، اطلعه بره الارضيه بتاعتي عشان ما يلسعش في الارضيه بتاعتي. تاني حاجه عشان اكبر المساحه اللي بيطلع منها اللايت هكبر دي كده، لان على فكره دي لما بتكبر الشادو بيبقى سوفت، لما بتصغر الشادو بيبقى هارد. تمام، اللي هي المساحه دي كده. تمام، نقرب. جميل، انا هقفل دي وهعمل انا ريندر. بس قبل ما اعمل ريندر هرجع الفيزيكال هرجعه فيكسد. تمام، واروح هنا واقوم بس جايب دي اللي هي ريندر ريجون واسحب سحبه كده بالماوس وهو ريندر اوتوماتيك. ده كده احنا لسه بنقول يا هادي اللايت الاولاني. دبل كليك على اللايت ده وهسمي ده كي لايت. تمام، طيب طبعا كي لايت الشادوز هقول انا عايز سوفت شادو ماب، يعني حاليا انا مش عايز شادو جامد. هرندر كده تاني بسرعه. خلي بالك بقى اللايت اللايتنج كل شويه هترندر، كل شويه تعمل رندر، يعني هترندر كتير قوي. تمام، ما علينا من النويز دي. هقول لكم حاجة، خلينا نرجع للستاندرد عشان ما نخشش في موال النويز. هلاقيها بالمنظر. عايز بس اتأكد ان العربية بتاعتي على الأرض، فهروح هنا في الفرونت فيو و خلي بس خلي بالك لا يعني لازم يبقى في كونتاكت بين العربيه وبين وبين الارض، ده شيء اساسي. بس لو خدنا بالنا هنا ونعم عملنا ريندر احنا، انت يعني ما تحسش ان العربيه واقفه على الارض، تحس انها متركبه على الارض. مفيش اي حاجه بنسميها الكونتاكت شادو، يعني لما جسم بيقرب من جسم او بيقطعه بيبقى فيه هنا شادو غير الشادو بتاع اللايت. نفس القصه هنا، نفس القصه في المكونات دي كلها، تحس انها راكبه فوق بعضها، مفيش كونتاكت شادو بيربطها ببعضها. الكونتاكت شادو ده اسمه ايه عشان نبقى عارفين الاسم؟ اسمه امبيانت اوكلوجن او اي او. لو جينا رحنا للريندر سيتنج ورحنا لافكتس، من افكتس هقول له امبيانت اوكلوجن
AO ambient occlusion. خلي بالك من نقطة ان الامبيانت اوكلوجن بيبقى فيه مساحة، دي المينيموم ريلينكس بيبقى غامق قوي. طبعا صفر معنى كانه غامق قرب الجسم وبيقعد 100 سنتي على ما يبدا ان هو يتلاشى. طبعا في نقطه مهمه قوي ان الاوبجكت بتاعنا ده مش يعني ال 100 سنتي دي كتير قوي عليه، كتير تمام. افتكر ان كان مساحه ده ما هياش كبيره، يعني السايز بنتكلم في 300 سنتي، هاخد منهم 100 سنتي شادو؟ لا. لكن لو قلت له مثلا 30 خلاص، تعالى كده بص تعالى كده نعمل هنا كده شفت بقى فيه هنا كونتاكت شادو، فيه هنا شادوز زي ما احنا شايفين اهي تمام. افتكر لو بقت 50 هتبقى احسن. نشوف عند العجلتين دول بالظبط، يعني كده اهو كده انت حاسس ان العربيه على الارض. الاول ما كانتش كده خالص، حتى لو احنا جينا عملنا ريندر هنا كده بص كده في الفتحات دي هتلاقي فيه شادو بقى هنا، هتلاقي فيه شادو محدد الحته دي. بص شايف كده، حسيت ان في كونتاكت بين الحاجه وبعضها. الاول ما كانش فيه الكلام ده تمام. طبعا عشان نظبط الكواليتي شايفين النويز اللي هو الخروشه دي، هروح للماكسيمم سامبل، وبدل ما هي 64 هخليها مثلا 128. الاكيوراسي اللي هي كواليتي بمعنى تاني هخليها مثلا بتاع 80. كونتراست لو زودتها كانك بالظبط تعمل كونتراست من الابيض والاسود، الابيض ابيض والاسود اسود، فانا هقول له بس 10%. لو جينا عملنا فول ريندر بقى كده كده بقيت عارف اشوف الاوبجكت. لو رجعنا لورا شويه تمام، كده مثلا وعملنا ريندر اهو، انت كده حاسس ان كل حاجه فوق حاجه، ما تحسش بقى انها راكبه عليها او متركبه فوقها او ان في فلودنج، يعني تحس ان الحاجه طايره كده، مش مفيش كونتاكت بينها وبين بعضها. لكن بعد الامبنت اوكلوجن فرق فظيع بين قبل وبعد تمام. طبعا الخطوه دي يعني لما نيجي نتكلم على الريندرنج بقى والجي اي والكلام ده كله هيبقى فيها كلام كتير قوي قوي. لكن خلينا الاول في الكي لايت. الكي لايت في العاده ما بيبقاش 100%، فهنقلله شويه. بعد كده انا عايز اعمل الريم لايت. خلي بالك في 3 بوينت لايت في علاقه بتربط الثلاث ال 3 لايتس دول. الكي لايت ولكن انت عملته 60، الريم لايت ضعفه، الفيل لايت ضعفه، يعني تتكلم 60 120 240، مش فيكسد الارقام دي لكن هي العلاقه كده، فانت اعلى عنها سنه تنزل عنها سنه لكن هي في الرينج ده تمام. طب ازاي هنضيف الباقي؟ خليه في المحاضره اللي جايه.